الجولة الأولى من جديد، محاولة من بلال البقري من الجهة اليسرى، ترفع الكرة عندنا الوردي. وعدنان الوردي يحمل الورود ويحمل الجديد للدفاع الحسني الجديد في حدود الدقيقة الثامنة. الورجيد غادي يحاول انه يمرر عند عدنان الوردي، شعيب المفتوش غادي يعمل شعيب كيمرر عند عدنان الوردي، فرصة بلال البقري. بلال البقري يسجل واحد من افضل الاهداف في هذا الموسم بطرد بن يوسف كامارا المدافع. غير هذه الفرصه والهدف، الهدف كنت كنتحدث على فريق المغرب التطواني اللي تاثر بالخروج ديال بن يوسف كامارا. الرد جاء سريع من بلال البقري اللي تمكن من اضافه الهدف الثالث في لفريق الدفاع الحسني الجديد، وهو الهدف الشخصي الثاني لبلال البقري.